الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الدهور كلها أمين. هنقرأ مع بعض أول مزمور في مزامير صلاة الساعة الثالثة، هو مزمور 19. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو، يكمل الرب كل سؤلك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يميني. هوذا هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك. هللويا. مزمور جميل قوي يا احبائي، يعني نحتاجه كلنا في اوقات الشده واوقات التجارب واوقات الضيقات واوقات الحروب الروحيه، لانه فيه فخر واعتزاز بالله الهنا القوي القادر على كل شيء، المحب لينا اللي بينجينا من كل ايه؟ من كل شدة. اللي كتب المزمور ده هو داود النبي، وكتبه قبل ما يبقى تكون في حرب بينه وبين بني عمون اللي كان بيعضدهم جيش كبير اسمه جيش أرام بمركبات وخيل وحاجة يعني ما فيش بعد كده. ولكن انتهت هذه الحرب بنصرة ايه؟ داود، وقوف ربنا معاه ونجاه وفرح وانتصر، والمركبات والخيل والقوة دي بتاعت الجيش ما عملتش فيه حاجة. وهذا المزمور ايضا نبوة عن السيد المسيح اللي خرج وانتصر على الشيطان في معركة الصليب القوية المجيدة، واحنا النهاردة بنعيد بعيد الصليب. فانتوا عارفين الشيطان كان بيعطل موضوع الصليب ده بكل قوة، وكان في مؤامرات وفي حروب شديدة جدا، ولكن قاوم رب المجد يسوع وواصل المسيرة وانتصر على إبليس وربطه وأيده على ايه؟ على خشبة الصليب، وخلص العالم كله من الهلاك الأبدي. يصلح هذا المزمور أن تردده الكنيسة وكل مؤمن فينا في حربه مع الشيطان، ودي احنا مش هنقف عنها، لأن مصارعتنا ليست مع لحم ودم زي ما بيقول الكتاب، بل مع السلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، فدي مستمرة على طول لغاية آخر نسمة في حياتنا. المزمور ده كمان حلو قوي انه مش بس صلاة من اجل نفسي وانا بقوله، ولكن من اجل ايه؟ الاخرين ايضا. ففيه نقطة حلوة، وهي نقطة المسؤولية من جهة الاخرين ومحبة كل النفوس والصلاة ايه؟ لاجله. يبتدي كده المزمور زي ما شفنا يقول يستجيب لك الرب في يوم ايه؟ شدتك. خلوا بالكم من التعبيرات، يستجيب لك في يوم شدتك، على المستوى الايه؟ الفردي، على المستوى الشخصي. فكل واحد فينا يحس بفخر ويحس بفرح انه ليه وضع قدام ربنا، ما هوش في وسط الاف ولا ملايين البشر تايه، لا، ده هو الشده بتاعته واليوم الصعب بتاعه ليه مكانه كبيره قدام ايه؟ ربنا. وهو بيصلي يقول يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ومش بيقول يا ريت تستجيب، لا، ده بيقول يستجيب، لانها ايه؟ حقيقه مطمن ليها وعنده رجاء وعنده ثقه ان ربنا ايه؟ يستجيب. واحنا بنقول في الترتيله الجميله يستجيب يستجيب لو تأنى يستجيب يستجيب لطالبي.
استجابة ربنا بتتطلب مننا ان احنا نرفع قلبنا في الصلاة. يعني مش واحد يقول انا واثق ان ربنا هيستجيب وخلاص. قال لا، طب انت عملت ايه عشان ربنا يستجيب لتوبتك؟ هل رفعت قلبك بالصلاة؟ هل طلبت بلجاجة؟ هل طلبت بثقة؟ هل طلبت بإيمان؟ فاستجابة ربنا بتتطلب رفع القلب ايه؟ بالصلاة. وهدف الشدائد اللي ربنا بيسمح لنا بيها ان احنا نعمل ايه؟ نصلي وندعوه ونطلب اليه. حتى هو قال لنا كده، ادعوني يوم الضيق انقذك فتمجدني. يعني في يوم ضيق يا رب هيجي علينا، ايوه، طب مطلوب ايه؟ قال ادعوني في يوم الضيق وانا هنقذك فانت ايه؟ هتمجدني. الشدائد مدرسة كبيرة نتعلم فيها كيف نلتجئ لله. واللي ما يلتجئش ربنا في وقت الشدائد يبقى صعب ان هو يلتجئ ربنا في اوقات تانية. فالشدائد دي بتعلمنا ازاي نلتجئ لربنا ونصرخ ليه، ونتدرب بقى ان احنا يبقى علاقتنا مع ربنا ايه؟ دايما ومستمرة يعني. وعشان الشدة او الضيقة ترفع عن الإنسان، إذا كانت دي مشيئة ربنا يعني، ينبغي أن يصلي ويجاهد ويستمر في الصلاة والطلب. فما فيش سكة تانية غير إيه؟ غير الصلاة. وعلى فكرة يبان تدخل ربنا وإنقاذه لينا من الشدة لما تستحكم قوي، لما الشدة إيه؟ تستحكم قوي أو تزيد. حتى في مزمور تاني يقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. يعني كل ما الهموم بتكتر تعزيات ربنا إيه؟ بتكتر. إيه نوع المعونة اللي ربنا هيقدمها لينا يا أحبائي في الشدة ديت؟ المعونة بتاعت ربنا مبنية على اسمه، على اسمه. علشان كده يقول ايه؟ ينصرك اسم اله يعقوب. وانتوا حافظين الايه اللذيذه اللي بتقول اسم الرب ها برج حصين يرقد اليه الصديق. يرقد يعني ايه؟ يجري. يرقد اليه الصديق ويتمنع، يتمنع يعني يحتمي يتحصن. برج حصين اسم ربنا ده. مجرد نقول اسم ربنا امام الشيطان يفزع، لا يحتمل ابدا سماعه. يعني نقول يا يسوع عني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، ما يحتملش ابدا الشيطان. بس احنا يا خساره بننسى كتير قوي الحكايه دي. فاسم ربنا في قوه وحسن لينا كلنا. وبعدين يقول هنا ينصرك يعني ايه؟ يعني يجيب سؤالك، يستجيب لي، ينصرك، يحقق طلبتك. مين هو؟ اسم إله يعقوب. وش معنى جاب يعقوب؟ مرات كثيرة في العهد القديم كان يقول إله إبراهيم وإسحاق وإيه؟ يعقوب. درسهم مع بعض كده ماشي، دي مألوفة. لكن ليه يقول اسم يعقوب بالذات؟ إله يعقوب بالذات وش معنى؟ لأن يعقوب زينا بالضبط، مر بشدة شديدة وضيقات فظيعة وتهديد بالقتل من مين؟ من أخوه عيسو. يعني طلع من بيت أبوه، هرب عشان يروح عند خاله وهو تحت تهديد القتل من أخوه عيسو. في أي وقت هيطوله هيقتله. فتخيلوا أحبائي تحت هذا التهديد بالقتل يبقى حالته إيه؟ حالته إيه يعقوب؟ وبعدين نلاقي إن ربنا يظهر له وسلم يعقوب والملائكة اللي صاعدة ونازلة ويقعد يطمنه ويفرحه ويقول له ما تقلقش. وبعدين بعد كده يصارعه حتى الفجر، يقول له لا أتركك إن لم إيه؟ تباركني. ويفرح بلقيا الرب. قال إيه الحكاية؟ ينصرك اسم إله إيه؟ يعقوب. ويجي خاله يتعبه ويخدعه كذا مرة، ويقعد 14 سنة تعبان من خداع خاله لغاية ما ياخد مين؟ رحيل. وبعدها يقعد كمان فترة تانية وهكذا. ايه ده كل الشدة دي؟ ايه كل الضيقة دي؟ ايه كل الضغطة دي؟ علشان يختبر اهمية الالتجاء لربنا
وثمر الالتجاء لربنا وهو النصرة، ينصرك اسم إله إيه؟ يعقوب. يا أحبائي، من الحاجات الحلوة اللي تفرحنا في وقت الشدة إن إحنا نرجع للكتاب المقدس وللأحداث بتاعته والشخصيات اللي مرت بشدة وإيه اللي حصل معاه لما لجأ لربنا. يعني مثلا دانيال النبي لما رموه في جب الأسود، هي دي شدة؟ في شدة بعد كده؟ ده بيجوعوا الأسود ديت علشان هي أسود من غير تجويع، يعني أسود. طيب بس أسود؟ لا، أسود جعانة، ومش أسد واحد، لا ده أسود، جب أسود. طيب يعني هترموه عشان إيه؟ عشان تلتهموا في الحق. طب إيه أخبارك يا دانيال؟ أنت في شدة؟ في شدة جدا، أنا في ضغطة، أنا في ضيقة كبيرة جدا. طب هتعمل إيه؟ هتلجأ لربنا. يستجيب لك الرب في يوم إيه؟ شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، وربنا ينصرك. ثلاث فتية يرموهم في أتون النار الملتهبة المتقدة بالنار ويحموها سبعة أضعاف و و و إلى آخره. ليه؟ عشان يتخلصوا منهم وينتهوا. وبعدين هم في شدة وفي ضيقة وفي تجربة قاسية جدا، يلتجوا لربنا ويصرخوا ليه ويتفقوا على كده ان هم يصلوا له وواثقين ان هو يستجيب، فيستجيب انه يبقى معاهم في نفس الايه؟ النار. الرابع الشبيه بابن الايه؟ بابن الآلهة. ينصرك اسم اله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه. وقدسه دي ممكن نقف عندها كتير بقى. قدسه ديت بمعنى السماء، تجي لك المعونه منين؟ من السماء. قدسه دي بمعنى الكنيسة، تيجي المعونة ليك من الكنيسة. قدسه بمعنى هيكل الله والمسبح المقدس وجسد ودم عمانوئيل إلهنا عليه. لدرجة أن مرة القديس يوحنا ذهبي الفم قال إيه؟ قال لنعد من هذه المائدة اللي هي مائدة التناول المسبح كأسود، زي الأسود تضطرب منا الشياطين، تتفزع تخاف منا. إذن إحنا لينا عون من الكنيسة ومن المسبح. قدسه بمعنى الكنيسة أو المسبح أو الهيكل. هل إحنا بنستخدم الحكاية دهية يا أحبائي؟ وهل لنا ثقة في الحكاية دهية؟ يرسل لك عونا من قدسه، يرسل لك عونا من قدسه. يعني إحنا ممكن نبقى خايفين وممكن نبقى مضطربين ونقول هتتحل إزاي ومين هينجدنا ومين هينقذنا، ده الأشرار تعبنا، ده الشيطان فاتح فمه يريد أن يبتلعنا. إبليس خصمكم يقول كأسد زائر ملتمس إيه؟ من يبتلعه. هنعمل إيه؟ هنخلي إيه؟ إيه مصيرنا؟ مصيرنا في عون هيجينا من ربنا. إزاي؟ إحنا ما نعرفش، ملناش دعوة. بأي كيفية احنا مالناش دعوة، انما الخلاصة ان ربنا هيرسل ايه؟ عونا. هيرسل عونا، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك. برضو صهيون دي رمز للكنيسة، بتيجي كتير قوي في الكتاب المقدس وبالذات في مزامير داود النبي، رمز للكنيسة. من صهيون يعددك، ربنا يعددك يقويك يأيدك. في آية لذيذة أوي في سفر أشعياء إصحاح 41 تقول أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك أنا إيه؟ لا تخف أنا أعينك. ياريت تجيبوا الكتاب المقدس أقرأكوا الحتة ده، هي الكتاب المقدس أقرأكوا كم آية كده مع بعض في سفر أشعياء إصحاح 41 في منتهى الروعة. ازاي ان ربنا فعلا بيعضدنا، ازاي ان ربنا بيقوينا، ازاي ان ربنا ما بيسيبناش ابدا وبيسندنا. من صهيون يعضدك شوفوا يقول ايه يا احبائي، لا تخف، يبتدي كده في عدد عشرة
لا تخف لأني معك. لا تتلفت لأني إلهك. تتلفت يعني إيه؟ مين هيجدني؟ مين هيسندني؟ مين هياخد باله مني؟ ها؟ خدين بالكم؟ لا تتلفت لأني إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بر. شوف الإنجيل حلو إزاي؟ إنه وبعدين بعديها بقى في عدد 13، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. في اشتراك في كم عبارة أو كم كلمة بين الإصحاح دهوت في أشعياء وبين المزمور اللي بين إيدينا. يقول ومن صهيون يعضدك يذكر جميع ذبائحك. ذبائحك كان في العهد القديم في تقديم الايه؟ الذبائح. وبعدين في محرقات، في ذبائح وفي محرقات. المحرقات دي المحرقه بتتحرق كلها، بتتقدم كلها بالكامل الرباني، لكن الذبائح يشتركوا في انهم ياكلوها مع بعض، يعني مقدم الذبيحه ومعاه ناس كمان تانيين ياكلوا. فيقولوا الاباء الذبيحه، تقدمه الذبيحه اشاره الى محبه الناس انهم يشتركوا معانا، اما تقديم المحرقه فاشاره الى محبه الله، التركيز على محبه الله. وفي حاجات معينه ناخد بالنا منها في النقطه دي، يعني زي المراه اللي سكبت الطيب وبعدين يهوذا قعد ايه انتقد الحكايه دي وقال كان ممكن يباع ب30 من الفضه ويعطى ايه للفقراء. طب المسيح لو المجد وافق على الحكايه دي قال لا، هذه المراه صنعت بي عملا ايه حسنا، الفقراء معكم في كل حين اما انا فلست معكم في ايه في كل حين. واللي عملته ده هيبقى تذكار لها في كل العالم، مش كده؟ اذا في حاجات فيها محبه بتركيز مع ربنا، مش واحد يقول انا ما اصل انا ما صليتش، اصل انا ما قريتش في الانجيل ليه يا عم؟ اصل كنت بروح للناس وبخدم الناس وبعمل هضيع. الكتاب بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك، وبعدين الثانية وقريبك نفسك. فالإنسان ما يخلطش أو يحط حاجة قبل حاجة أو يهتم بحاجة على حساب حاجة، الأولانية دي مهمة قوي، محبة الله يا أحباب، محبة الله. فهنا يقول يذكر جميع ذبائحك، يعني معناتها إيه؟ يذكر محبتك لي. يقعد يفتش ربنا يا أحبائي حتى ولو مرة واحدة في حياتنا، قدمنا محبة لربنا، جينا مرة الكنيسة كده بدري وكنا فرحانين وحضرنا القداس من البداية من أول الستر ما بيتفتح، ليه عملنا كده؟ صح نحب ربنا، نحبه أرض، حضرنا التسبحة وتعزينا بيها ومن بدايتها لنهايتها جايين ليه التسبحة؟ نحب ربنا. يوم ربنا يذكر يفتش على الحاجات دي بقى، يفتش عشان ايه؟ ويستجيب لنا في الضيقة والشدة اللي احنا بنصرخ له فيه. فمين ازاي احبائي الحتة دي؟ يذكر جميع ذبائحك ويستثمن ايه؟ محرقاتك. يستثمن يعني ايه؟ يعني يخليها سمينة، تبقى سمينة في عينيه. يبقى الواحد مقدم في السي الارملة زي الست دي اللي قدمت في السي وقعد يمدحها ويعظم فيها ويذكر اللي عملته، قال ايه ده شوية فلسين ده انا هسمنهم دول، انا هسمنهم. يستثمن ايه؟ محرقاتك. يستثمن محرقاتك. ما انساش يا احبائي في مره اتقابلت مع اب الراهب في دير المقارب من زمان وقال لي كده، قال لي شوف يا ابونا، دمعه الواحد زرفها مره حتى قدام ربنا لا يمكن ينساها ابدا، ويقعد يكبر فيها كده. قرع صدر، واحد واقف كده قرع صدره وقال له ارحمني انا الخاطئ، ما انساش ابدا، ما انساش ابدا. فكم وكم بقى لما التقدمه او المحرقه بتزيد، ها؟ بتنمو، مش مره كده ولا لا، عماله تنمو، ها؟ فطوبى للانسان اللي يقدم كتير من كده فيها حب لله. يقول يستثمن محرقاتك، يعني تبقى الحاجة نحيفة خالص، هو إيه؟ يكبرها خالص. عارفين اللي بيزغط حاجة في التصغير ده؟ زغط كده تبقى هو يكبرها بقى. يا إيه ده يا رب؟ زي ما بنقول بالبلدي كده ينفخ في صورته، مش كده؟ ينفخ في صورتنا الضعيفة دي، الحاجة اللي إحنا قدمناها الضعف يا أحبائي. وبعدين يقول إيه بقى؟ يعطيك الرب حسب قلبك.
ويتمم كل مشورتك. أمنياتك اللي أنت بتتمنيه يدهولك، اللي أنت نفسك فيه يدهولك. صدقوني يا أحباء، أحيانا واحد يبقى نفسه في أكلة معينة، في فاكهة معينة، نفسه فيه، تلاقي ربنا حققها له. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. بس هنا في شرط حلو مهم جدا، ايه؟ ان يكون حسب مشيئة الرب، مش اي تمنيات لينا او اي اشتياقات لينا ام ربنا ايه يحققها. لا، الشرط انها تكون حسب مشيئة الرب، تتفق مع ارادة الله. يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. يبقى واحد كده واقف قدام ربنا بدموع ويقول له انجدني يا رب، انقذني يا رب من الشدة دي، من ظلم الأشرار يا رب. حاسس ان هو واقع في ظلم، قوم ربنا ايه؟ ينجده. يا ربنا يديله ايه؟ يديله حسب سؤل قلبه. فاكرين ام صموئيل اما قعدت تصرخ وتطلب عشان ربنا يديها ايه؟ نسل، نفسها في طفل. ام عالي كان يقول لها يا رب يعطيك سؤل قلبك، سؤل قلبك. يعني كأن زي المعنى ده، يعطيك الرب حسب ايه؟ قلبك ويتمم كل مشورتك. طب والنتيجة ايه؟ النتيجة ايه بقى؟ لما ربنا يدي الواحد حسب قلبه ويتمم مشورته ويفرحه ويستجيب ليه ويخرجه من الشدة، النتيجة نعترف لك يا رب بخلاصك. الاعتراف، اعترف بالرب فإنه صالح وأن إلى الأبد ايه؟ رحمته. اشكر الرب، نعترف دي يعني اشكر الرب، احمدوه. نعترف لك يا رب بخلاصك، ان انت خلصتنا، ان انت انجدتنا، ان انت استجبت لندائنا في الشدة اللي احنا فيها. ده بالمعنى المباشر. ولكن هنا نعترف لك يا رب بخلاصك بمعنى الشامل، اللي هو خلاص الايه؟ البشرية كلها. فاحنا دايما في صلواتنا وعبادتنا بنشكر ربنا ونمجد اسمه ونعترف بصنيعه من اجل خلاص البشرية والفداء اللي تممه على ايه؟ على الصليب. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو. إيه بقى ننمو دي يا أحبائي؟ بننمو؟ اسم ربنا ده ينمينا، زي ما قال من شوية يستثمن محرقاتك. ينمينا. ينمينا إيه؟ يعني نبقى الوزن بتاعنا يزيد؟ لا، الناس مش بتحب الحكاية دي، اللي عايزين يعملوا رجيم. لا، هو مش هينمينا في الوزن ده، دي مش حاجة تشغله، لكن ينمينا روحيا، ينمي علاقتنا معاه، ينمي تذوقنا ليه، ينمي اشتياقاتنا للسماء والأبدية. باسم إلهنا ننمو، اسم ربنا يخلينا ننمو. يكمل الرب كل سؤلك. الواحد بيسأل يقول هي امتى يا رب هتكمل السؤال؟ تكمله يعني ايه؟ يعني تستجيب، تستجيب للسؤال بتاعي. تديني بقى يا رب النتيجة. يكمل الرب كل ايه؟ سؤلك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه. الأقنوم الثاني في الثالوث القدوس، أقنوم الابن، اسمه ايه؟ مسيح الرب، مش كده؟ أو المسيح الرب، صح؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي، زي ما اعترف، لما اعترف بطرس لما ربنا سأل من يقول الناس إني أنا، أو أنتوا بتقولوا إيه؟ فقال له كده. طيب، فمقصود بها مين؟ الرب يسوع. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه. أدي بروح الإيه؟ النبوة. لسه ما كانش الفداء تم والصليب تم، ففي المزمور هنا بروح النبوة خلص مسيحه. يعني إيه؟ يعني تمم الفداء وخلاص البشرية من خلال المسيح له المجد، الذي تجسد ومات وقبر وقام من أجل خلاص البشرية. يقول الآن علمت، أن علمت يعني إيه؟ تأكدت، أعلن لي، كشف لي. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه. وفي نفس الوقت مقصود بيها نفسه هو، لأنه الملك اسمه مسيح الرب. شوفوا داود لما كان يقع شاول في إيديه وممكن أنه يقتله، اللي كان
شاول اصلا عايز يقتل داود كذا مره، فيقع في ايدين داود. فاي حد، اي بني ادم في الدنيا يقول ايه ده فرصتك خلص عليه، يقول ايه حاشا لي ان امد ايديا الى مسيح الرب. ما اقدرش، ده مسيح الرب ده ممسوح ملك مخصص، ملك من قبل الله الروح القدس عينه، ما اقدرش. هنا كانه بيقول ايه، الان علمت ان الرب قد خلص مسيحه، وكانه بيشاور ايه على الناس، متاكد مطمن. طب وانا بقى لما اجي اصلي انا ايش دخلي بقى في داوود؟ طب داوود ده مسيح الرب والملوك بتاع العهد القديم مسيح الرب. طب وانا اطلع ايه؟ انا ابن ربنا، ما انا دعي اسمي عليه، انا اسمي مسيحي، مسيحي انا منسوب اليه. يبقى كان راح بيقول برضه ايه، الان علمت ان الرب قد خلص مسيحه، وبمعنى ايه ابنه المنتسب اليه، وهو بيقولها كده واثق وفرحان ومطمئن. قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه. قبل كده قال لنا قدسه، جابها الكلمه دي في اول المزمور، وقلنا يا احبائي احدى معانيها ان هي مقصود بها ايه السماء، وهنا يجيبها بايضاح بقى اهو، استجاب له من سماء قدسه من الاعالي. واحنا دايما لما بنصلي بنرفع ايدينا للسماء كده، ابانا الذي في السماوات اعمل ايه، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، وبعدين اغفر لنا ذنوبنا. طب كل النعم والعطايا دي جاينا منين؟ من السماء، من سماء قدسه. استجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هنا بقى يتكلم عن قوة الله ويمينه الحصينة القوية. يمينه دي في الكتاب المقدس لما تيجي بمعنى ايه؟ قوته. عشان كده في الصعود يقول صعد وجلس عن يمين الآب. يعني ايه يمين الآب؟ يعني قعدوا الاثنين جنب بعض؟ لا، في قوة الآب، في قوة الآب. يمينه يقول هنا بجبروت خلاص يمينه. وبعدين يقول ايه بقى؟ هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل. اللي مين دول؟ الاعداء، الاعداء، الشياطين اللي بيحاربونا، اللي ايام اليشع وجهزي، يجي جهزي كده كان ايمانه ضعيف، وبعدين يلاقي جيش الاعداء والمركبات والدنيا يتفزع ويقول لي يا معلمي ايه ده، هنعمل ايه في الجيش ده والقوه دي والجبروت ده؟ فيصلي كده هو اليشع، يقول له يا رب ارفع او اكشف عن عيني الغلام. وبعدين يقول له بص يا ابني، يلاقي ايه قوات السمائيه والملائكه. قال له ايه يا ابني، دول ولا دول اقوى؟ لغايه ما اطمن ان قوه الملائكه اللي ربنا بيبعتهم لحراستنا اقوى بما لا يقاس. فهنا يغني بالمزمور ده، يقول هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل ونحن باسم الرب إلهنا إيه؟ ننمو. داود النبي لما واقف قدام جولياط الجبار قال إيه؟ قال له أنت تأتيني بسيف وترس ورمح، وأما أنا فأتيك باسم رب الجنود اللي أنت بتعيره. طب والنتيجة كانت لصالح مين؟ لصالح داود. بإيه؟ عن طريق إيه؟ باسم رب الجنود اللي أنت بتعيره ده. ها؟ شوفوا يا أحبائي، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. هذا أيضا كان لسان حال شعب بني إسرائيل مع موسى وهم يعبرون البحر الأحمر وطالعين من مصر رايحين سيناء، وهم لسه هيبتدوا البحر الأحمر قدامهم. وعين يبصوا كده الخلف يلاقوا فرعون بكل جنوده ومركباته، كان مشهورة مصر وفرعون حاجة مرعبة مرعبة. يقولوا له انت جبتنا هنا نهلك في البر، يعني هتموتنا، العدو ورانا والبحر ايه قدامنا، خلاص مش هنقدر، هنموت، هتنتهي. يقول لهم قفوا قفوا وانظروا، خلاص الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. طب والمركبات والخيل دي يا موسى، دي هتشوفوا بقى، هتشوفوا ايه اللي يجرى لها. انتوا هتعبروا وتنجوا، والميه اللي انتوا عبرتوا فيها دي وبقت يابسه هي اللي هتبقى سبب ايه؟
هلاك وموت ليهم بالمركبات والخيل اللي هم جايين. هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا إيه؟ ننمو. هل يا أحبائي ممكن الشعور ده والإحساس بتاع ده هو تبقى عندنا وقت الشدة والضيقة وحروب إبليس، ونحس إن الشيطان عمال يحاربنا بكل قوته، شياطين كتيرة معاه، شيطان للإغراء، شهوات الجسد، وشيطان للطمع ومحبة العالم، وشيطان للكبرياء، وشيطان لإدانة الآخرين، شياطين كتير عمالة تحارب فينا، عمالة تحارب فينا، جيش من الشياطين. لكن يقف ابن ربنا كده وهو فخور بقوة الله ويمينه الحصينة، ويقول هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا إيه؟ ننمو. نحن باسم الرب إلهنا إيه؟ ننمو. هم عصروا وسقطوا، هذا اللي حصل مع فرعون وجنوده. هم عصروا وسقطوا. عصروا يعني ايه؟ وقعوا وسقطوا، والميه غرقتهم وماتوا. لكن احنا ونحن قمنا وسقمنا، العكس، ونحن قمنا وسقمنا. وهنا كلمه قمنا دي يا احبائي تولي معنى حلو قوي مهم جدا. احنا في وقت الشده ممكن نبقى ايه؟ مضبوطين كده يعني شويه، مش كده؟ وجايز كده قلقانين، ها؟ لكن النتيجه ربنا ما ينصرنا كده ويسندنا، لا، قمنا واستقمنا. ها؟ قمنا واستقمنا. والانسان يشعر بضعفه هو اللي هيعيش في المعنى ده. اللي يشعر بضعفه قدام الشده والضيقه ويقول له ماليش غيرك يا رب، ماليش غيرك يا رب، انا بلجأ لك انت وحدك. نحن هم عصروا وسقطوا، ونحن قمنا واستقمنا. وبعدين يرجع تاني يقول ايه؟ يا رب خلص ملكك، لان هو كان ايه؟ ملك. خلصني يا رب، يعني خلص الملك بتاعك اللي انت عينته يا رب، اللي انت اخترته ده، انت اللي خدتني يا رب من بيت يس ابوي، وكنت راعي انا، وكنت يعني كنت عيل ما انفعش في حاجه خالص. خلصني يا رب، يا رب خلص ملكك. طب واحنا؟ احنا مالنا بداوود؟ الناس تصلي المزامير كده يقول لك احنا مالنا، انا عم بصلي حاجات عن داوود هو اللي بيقولها عن نفسه. لا، كل واحد ياخدها لنفسه ويصليها منه هو. هو انا ملك؟ ده بيقول كده في سفر الرؤيا، جعلنا ملوكا وكهنا لله ابي، مش بالمعنى بقى الحرف المباشر، ولكن انت ملك في بيتك، انت ملك على نفسك. عارفين على نفسك يعني ايه؟ والمالك نفسه خير ممن يملك مدينة. أما واحد كده يسيطر على شهواته أو اتجاهاته الوحشة أو أخطائه أو يعني اتجاهاته الشريرة، يبقى ده ملك ولا مش ملك؟ ملك، ضابط نفسه، ضابط نفسه. يقول يا رب خلص ايه؟ مالكك، واستجب لنا يوم ندعوك. ودي بقى مفتوحة بقى، يعني يا رب بقى نعمل اتفاق بيننا وبينك. ايه الاتفاق ده؟ تستجب لنا يوم ايه؟ اما ندعوك. منين ما ندعوك يا رب؟ تستجيب. منين ما ندعوك؟ في اي وقت يا رب، بالليل بالنهار، ها؟ ان شاء الله حتى تتكرر في اليوم كذا مرة. يوم ندعوك، يوم دي يعني مش يعني في اليوم، لا، الديمومة. استجب لنا يوم ايه؟ ندعوك، يوم ندعوك. مزمور جميل قوي يا احبائي، مزامير داود النبي كلها كده مكتوبه بالروح القدس ونافعه لينا وخلصنا. ارجو ان احنا نحاول نصلي بيها، يعني المهم جدا في الدقفه في الفصل اللي احنا بناخده او درس الكتاب ده هو ان نستفيد من المزامير ده هي بطريقه عمليه نصليها في البيت، ها؟ نصليها في البيت وناخد بركه، حتى ولو تدريجي ان شاء الله، ناخد مزمور من كل ايه؟ من كل ساعه تدريجي كده. فالمزمور ده واللي بعديه كمان في منتهى الروعه، اللي بعديه كمان ان شاء الله ان حفظ الرب وعشنا المره الجايه. نقول مع بعض بقى المزمور بنفس واحد كده، يستجيب لك الرب في يوم شدتك.
ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسك ومن صهيون يعبدك، يذكر جميع ذبائحك ويستسلم مخرقاتك، يعطيك الرب حسب فضلك ويتمم كل مشروعك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا المؤمن، يكمل الرب كل صدق. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه وجبروت خلاص يميني. هؤلاء هم الكبات وهؤلاء بحيل، ونحن باسم الرب إلهنا المؤمن. هم عصروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. يا رب خلص ملكا واجب لنا يوم ندعوك هليل. يا إلهنا المجد الدائم لابد، امين. تفضلوا نصلي.